ليه فيلم ابن عز ما كانش بنفس نجاح الناظر؟ انا سالت شريف قال فهو قال اعتبر انه اي فشل للفيلم ده هو يتحمل نتيجته مش علاء. قال هو كان اولا كان في صراعات كتيره بين شركتين كبار في الانتاج في ذلك الوقت، والصراعات دي لعبت دور سلبي على الفيلم او ضد الفيلم. شريف نفسه كان في حاله ما كانش في حاله نفسيه سعيده وجيده، في حاجات كتيره بره موضوع ابن عز ادت انه الفيلم الثالث ما يبقاش القفزه الثالثه. ربما كمان في جزء تاني بره الموضوع، فكره المتلقي بقى بعد عبود والناظر كان بينتظر درجه اعلى، فغالبا ما بيجيش بنفس الترقب. هل هو كان حاسس ان ابن عز مش بنفس الجوده؟ قلتوا لي ان هو اكتئب بعد ابن عز يعني اتضايق طبعا من ان الفيلم ما حققش نفس ايرادات عبود والناظر. الكلام النقاد يعني ان هو الفيلم ما نجحش اثر فيه برضه، يعني اثر فيه اثر فيه طبعا، وكان حاسس يعني ان هو قصر. قلت له على انت عملت اللي عليك وان شاء الله ربنا يعوض في الفيلم اللي جاي باذن الله. ما انت مش هينفع تمشي طول الافلام ناجحه وطول الافلام لازم ابقى ده